بتوجيهات من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وتحت رعاية سمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة رئيس الاتحاد الملكي، انطلقت بطولة الاتحاد الملكي لجمال الخيل العربية السابعة للإنتاج المحلي والخيل ذات السلالة المصرية الأولى على ميدان الاتحاد الرياضي العسكري بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل بالرفة. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن بطولات جمال الخيل العربية الأصيلة تعكس مكانة مملكة البحرين في رياضات الفروسية والرعاية الفائقة التي تحظى بها هذه الرياضة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى عبد الله ورعاه، حيث أن هذه الرعاية تمثل الدافع الكبير لكافة المشاركين في عكس الصورة المتطورة لهذه الرياضة التراثية العريقة. أوضح سموه أن وصول بطولة الاتحاد إلى النسخة السابعة تؤكد مكانتها وتطورها عاما بعد عام في ظل حرص الاتحاد على تهيئة الأجواء المثالية لكافة المشاركين، وهو ما ساهم بتحقيق النجاحات المتواصلة في تطور البطولة. أوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن البطولة هي إحدى الفعاليات المهمة التي ينظمها الاتحاد وتحظى بشعبية كبيرة لدى محبي رياضات الفروسية والخيل العربية بشكل خاص، باعتبارها بطولة ذات مذاق خاص لمحبي رياضة جمال الخيل، حيث أنها تجمع بين الجمال وتناسق جسم الخيل بالإضافة إلى القوة والأصالة. أعرب سموه عن سعادته بالمشاركة الواسعة التي شهدتها البطولة في يومها الأول، ومبديا سموه إعجابه بالمشاركة الواسعة من قبل أفضل الجياد بمختلف الفئات وبمشاركة مجموعة من أفضل الملاك والمربين وأصحاب المرابط وكافة المهتمين برياضة جمال الخيل العربية، وهما يعكس مدى الشعبية الجارفة التي تحظى بها رياضة الخيل في مملكة البحرين وتعلق أهلها بالخيل على مر العصور لتتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل.